السلام عليكم. اليوم هاد ايبيزود اللي غنديرو غادي تكون شويه مختلفه على لي ايبيزود اللي فاتنا درنا، دونك ما غنجاوبوش على السؤال ولكن غادي نديرو اون اكسبيرونس بواحد لابود شويه فشي شكل. بقاو معنا. كل مشى الى بودر اللي كبينا عليها هذا الماء سميتها لو بولياكريلات دو صوديوم اللي كتقدر تابسوربي السوائل من 100 حتى 1000 مره من الكتله ديالها. هذه الماده كنلقاوها في لي كوش ديال الدراري الصغار. الا شديتو اون كوش وقطعتها من الوسط غادي تلقاو هذا لو بولياكريلات دو صوديوم وسط منها وسط القطن اللي كاين فيها. وماشي لي كوش كاملين ديال الدراري الصغار اللي فيهم هذا البوليكريلات دو صوديوم، كاين اللي كيديروا فيهم نيت هذه الماده و ميم طون القطن، وكاينين دي مارك اخرين كيديروا غير القطن وما كيديروش هذه الماده. وهنا فين كاين فرق في لاكاليتي ما بين لي مارك اللي كاينين في السوق. انا بدا عجبتني هذه الاكسبيريونس، يلا نجربوها عاوتاني بالماء ولكن هذه المره نخلطوه بملون غذائي. عجبتكم الاكسبيريونس ديالي وما بغيتو نديرو دي اكسبيريونس اخرين قولوهم لينا في لي كومونتير. ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب باش يبقى ديما يجيكم الجديد ديال اجي نسولك، وبارطاجيو مع صحابكم الى عجبتكم ليدي باش تكبر لا فامي. السلام عليكم ونهاركم بروك.